لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحورية حلالك والوصيفة حلالك. ولكل امرأة من أهل الدنيا دخلت الجنة 70 حورية. فترتيب نساء الجنة 4. أول شيء امرأة الدنيا، هذه رقم 1، معها 70 حورية. ثاني شيء الحورية، معها 70 وصيفة. الثالث الوصيفة، ثلاث أنواع، عفوا ثلاث أنواع النساء في الجنة، ثلاث أنواع. أزوج في الدنيا بزوجة، فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصيفة، أصبح كم عندك من امرأة؟ هذا أقل واحد. طيب لو فرضنا عندك 4 زوجات، مع كل واحدة 70 حورية، مع كل حورية 70 وصيفة، كم صار الجميع؟ أعانكم الله. في ذلك اللقاء مدته 70 سنة، 70 سنة من سنوات الدنيا هذا اللقاء الواحد. فإذا كملت ما يقارب 70 سنة تناديك حوريتك الثانية من درجة فوق درجتك، يا عبد الله يا ولي الله أليس لنا فيك نصيب؟ فترفع بصرك فإذا هي أجمل من اللي عندك، تقولها من أنت رحمك الله؟ تقول أنا حوريتك في الجنة، أنا التي ذكرني الله عز وجل لك وقال ولدينا مزيد، أنا من المزيد. تترك هذه وتروح للثانية، أعانك الله، تجلس وياها حول 70 سنة، شوي تناديك الثالثة، يا عبد الله ليس لنا فيك نصيب؟ تنظر فإذا هي أجمل من اللي عندك،